اليوم عندنا البيكرام يوغا، معانا عائد غانم مؤسس بيروت يوغا سنتر، حيكلمنا اكثر عن البيكرام يوغا او المعروف بالهوت يوغا. البيكرام هو شخص هندي اسمه بيكرام تشاودري، وعمل شيء زاد على اليوغا شيء كثير مميز هو الحرارة. وليش الهيت؟ لأنه نحن بنعرف في مرونة بالجسم لازم تكون معينة حتى الدورة الدموية تضل ماشي مزبوط، لحتى النفس كمان يكون في سبلاي معين من النفس الأكسجين حتى يفوت على الدماغ مزبوط، والقلب والرواية يكون في عندهم توازن. الإنسان بيصير فيه قادر إنه يعمل detoxifying، يعني تنظيف التوكسينز السموم الموجودة بالجسم. Inhale, open up, 1 and 2 3 4 5 and 6. Exhale, push your head back as far as you can go. Stimulation ما إنه كتير قوي، يعني درجة الحرارة الموجودة بالغرفة هي 40 درجة بتكون. في البيكرام يوغا تركز على إيش بالضبط في الكلاس؟ يعني الواحد يركز على التوازن ولا على الجزء العلوي من الجسم، الجزء السفلي؟ إيش بالضبط تركز على إيش في هذا الكلاس؟ اليوغا بشكل عام هو تركيز الفكر والجسم وتوحيدهم على مستوى معين من الطاقة الإيجابية طبعاً. هلأ بيكرام هو أخذ شيء مميز لإله بالتحديد وعمل سيكونس 20 وضعية وتقنيتين للتنفس مركبين بشكل يشتغلوا. أول بداية بيشتغلوا على السباين، على الظهر، على الظهر، على الأبر سباين من تحت لفوق، بس على السباين كله. Put your arms up as high as you could. Interlock your 10 fingers. Squeeze your legs. Squeeze your knees. Open the chest. Chin up. Lock your elbows. Bend your body down to the right. Exhale. And up. Inhale to the left. So, couple of times, right and left. هول 26 وضعية بكفي فيهم. أول بارت هو standing sequence، كل شيء خاصه بالبالانس والستراتشينج، أنت واقفة على إجر واحدة، على إجرتين، مع قصص أول عضلات ومع قصص نفس الوقت تزيد الليونة توازن. تاني بارت من هول اليوغا هي يوغا ثيرابي، لا كتير قصص خصهم بالإنترنال أورجنز أو الأعضاء الداخلية من جوا، الكبد، الكلاوي، الأمعاء الغليظة، الأمعاء الدقيقة، المعدة بشكل عام، الرواية للقلب. وهي بسموها الفلور سيريز أو بيكون على الأرض. أول شيء بيكون واقف، بعدين بيوصل على الأرض. بالفلور سيريز عندي كذا وضعية، منهم اسمهم سباين سترينثينينج سيريز تريبل اس، يعني هي الوضعيات اللي مقوية للظهر، مش بس فلكسبلي، مقوية للظهر، بتقوي عضلات الظهر بشكل انه الظهر يكون كتير قوي. بعد الفلور سيريز بتخلص وبيختم بتقنية تنفس كتير مهمة بتشيل الاسيديتي او الاسيد من المعدة، يعني الهيدروكلوريك اسيد. هل في شيء معين، يعني حد معين ما نقدر نسوي البيكرام يوغا كل يوم؟ هل نقدر نسوي مثلا 3 مرات في الاسبوع؟ كم مرة؟ نعم، هلا بيكرام يوغا في ناس كثير ما بيقدروا يتخلوا عنها او عن اليوغا بشكل عام. أيه صحيح. لانه عم تعطيهم ديسيبلين، نظام للفكر، أيه. بتعطيهم نتيجه. ففي ناس كثير عنها صراحه بياخذوا مثل اشتراك شهري مثل ممبرشيب وبيجوا كل يوم وبيقدروا يعملوا يوغا كل يوم. وفي ناس بتعمل 3 مرات بالاسبوع بتلاقيها توازن اكثر مع وقت اكثر. شكرا لك عائد، مره استفدنا منك كثير، ومره شكرا على كل الاجوبه اللي اعطيتنا اياها. شكرا لك هيا. Exhale, spell the ball in, exhale, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, good hands for everyone.